قال مختطفون محررون من أبناء محافظة تعز أن ميليشيا الحوثي اختطفتهم من إحدى النقاط التابعة لها في منطقة الراهدة جنوب تعز قبل 3 سنوات، وقامت بتعذيبهم بأقصى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي طيلة فترة اختطافهم. طبعا أسرت في نقطة الراهدة في عام 2018، يعني ظليت في سجون الحوثة مدة 3 سنوات. لاقينا يعني طبعا أشد أنواع العذاب والسب والبهذلة والتعذيب. تم اعتقالي من منطقة الراهدة في شهر 2000 في سنة 2018، وتم تحويلي إلى الصالح، وعانينا أشد التعذيب وأشد الاختفاءات عن الآلة، تم إخفاءنا لمدة كثيرة. هذا وأشار المختطف المحرر محمد القحطاني إلى أن ميليشيا الحوثي أمعنت في تعذيبهم على مدى 5 سنوات، حيث وضعتهم في زنازين ضيقة يطلق عليها اسم الضغاطات، ولم تعاملهم معاملة أسرى ومختطفين ينبغي احترام كرامتهم. أو الاختطاف 5 سنوات في سجون معتقلات الحوثي، قاصينا أشد التعذيب وأمر المعاملة من الحوثيين الانقلابيين، مخفيين قصرا في زنازن وضغاطات، ولم يحترمونا كيمنيين أو يعاملونا كمختطفين أو أسرى، إنما كأجانب أو كتكفيريين حسب قولهم.